العرب لفظ يطلق على سكان بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، يتكلمون اللغة العربية ويدينون بالإسلام. ويرجع بعض الباحثين اسم العرب إلى تميزهم في البيان والفصاحة. يقسم المؤرخون العرب إلى ثلاثة أقسام رئيسية: العرب العاربة، والعرب المستعربة، والعرب البائدة، الذين عاشوا في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل أن ينقرضوا، ومنهم أقوام عاد وثمود. فهل ترى لهم من باقية؟ أما العرب العاربة فأبناء قحطان من ذرية هود عليه السلام، وهم من تبقى من العرب البائدة بعد انهيار سد مأرب في اليمن. استوطنوا مواضع متفرقة وكونوا قبائل عديدة مثل طسم وجديس باليمامة وجرهم وعماليق مكة. أما العرب المستعربة فأبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. هاجر إبراهيم من بابل إلى مكة المكرمة صحبة زوجته هاجر وابنه إسماعيل. كانوا يتكلمون السريانية لكنهم اختلطوا بقبائل الرحل من العرب العاربة، وتحديدا بقبيلتي جرهم والعماليق، فتعربوا وسمي نسلهم عربا مستعربة. كون هؤلاء بعد قرون قبائل وبطونا عديدة يعود نسبها جميعا إلى عدنان أحد أحفاد إسماعيل عليه السلام، ولذا سموا القبائل العدنانية. ومن هذه القبائل قريش التي يتحدر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في ذلك: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. انتشر العرب بعد ذلك إلى مناطق أخرى في العراق والشام، ثم جاء الإسلام فانتشروا حاملين الدعوة إلى مصر وشمال إفريقيا، وشكلوا امتدادا واحدا يشترك في اللغة والدين يسمى العالم العربي.